السلام وحياكم الله ضيفكم. فين ضيفنا؟ ضيافه جايه. لا خلاص الله يرضى عليك. ضيافه موجوده. ما دام دخلت المسيل اكيد الضيافه. هاتوا الضيافه يا شباب. ايش من ضيافه؟ ضيافه موجوده. لابد اليوم مفاجاه. ما دام دخلتوا المسيل ان حتى ولو قليل من الفجات يعني ولو ما قدمنا لك كثير. اذا خلاص يعني ناكل واحنا واقفين كذا سريع ونمشي ولا؟ لا ما دام قلتكم متواجدين حياكم الله الروح بساه. والبس ابناء المسيله محافظين على عاداتهم. لا والله هذا الاكل ما ينفعش احنا واقفين يعني هذا ينفع واحنا جالسين. حياكم الله. هذا هو وجبه شكلها متكامله. حياكم الله. هذه الجفنه. لا 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 لا, لا, لا اسمها ايش؟ تعال اشرح لي على واحده وواحده عشان افهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قلت اسمها ايش يا استاذ؟ اسمها هذه الجفنه. الجفن ياكلوها هكذا بالاصابع ولا بملعقه؟ بالاصابع ياكلوها ويحطها في السمسم او في الدهن او في العسل اللي تبي. بسم الله. خلينا جلسين الان يعني هذه اذوقها مع العسل صح؟ وشينا. ايوه يا سلام. انتبه محمد ذوق. انت ضيف تذوق اول شيء. ذوق هذه جفنه. وين العسل لك؟ هذا حقي العسل. وانا اخذ. وهذه قلت لي الاكله مشهوره عندكم هنا؟ مشهوره اكله عندنا يعني لو جاك الضيف تكرمه يعني تحس انها تقارن بذبيحه. تقوم قارن بذبيحه. نعم ما شاء الله. هذه الجفنه. كيف المذاق؟ والله لذيذه. حلوه ما شاء الله. أنا وعافية. لذيذه بالذات مع العسل. سيل حريصون على مع العسل. مع العسل ما شاء الله. طيب ممكن اذوق الثانيه؟ اذوق الثانيه. يعني اسوي كذا؟ هذه الجحينه. وهذه الجحينه. هذه اكثر شيء يحطوها مع الفطور. مع الفطور هذه يحطوها او انسان مريض تقدم له شيء هذه منها. اي مصلحه من ايش؟ هذه مصلحه من الذره. من الذره بسم من الله الرحمن الرحيم. مع السمسم او مع الدهن او مع تحط لها سكر. هذه مع السمسم. ايوه اذا بتحط لها سكر هذا. اضافه لها السكر. ايوه كم تحط عسل؟ العسل ما في هذا قد العسل عسل قد. لا الله المستعان نضحك معك. محمد ذوق. انت الاول. جميله ما اكلت. ذوق هذا. لا انا اكل على واحد واحد ولا كيف؟ الاكلات الشعبيه هذه مشمل. طيب وانت؟ الحمد لله. كيف الحمد لله؟ اهم شيء الضيف. بعدين ان شاء الله هذا يكفيني ويكفي كل اللي معي. المهم. طيب. على كل حال. جفنه. أيوة. وهذه جحينه. جحينه. نقرب العصيده. وهذه العصيده. احنا عندنا العصيد في صنعاء مش بهذه الطريقه. لكن نجرب العصيد، هذا من ايش معجون؟ هذه من الدقيق. ها الطحين. هذه الطحين. ايوه دقيق وهذا ايش؟ وهذا دهن وهذا عسل فيه. عسل. واذا بتحط سمسم فيه مكانه يصلح مع اي شيء. مع العسل والسمسم. ايوه هذه العصيده. يا اخي العصيده كان فيها تمر ولا شيء. هذه سر المهنه. بس لذيذه والله. والله اني طيبه جدا بصراحه ما شاء الله. الحمد لله. يا بنات حتاكلين معانا؟ بعد ما ياكل الضيف ان شاء الله تاكل. لا عياكلين. بالهنا والعافيه.